هل يجوز للمرأة أن تقرأ من سور القرآن الكريم عند النوم في من غير أن تضع على رأسها حجاب؟ نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة الرأس، سواء كان ذلك عند النوم أو في اليقظة، يعني قبل أن تتهيئ للنوم. المهم أنه لا يشترط لقراءة المرأة القرآن أن تكون ساترتهم برأسها ولا لوجهها، اللهم إلا أن يكون عندها رجال غير محارم فيجب عليها أن تغطي وجهها ورأسها. نعم.